السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا هلكن وأوحلي إنفورميشن شانل حارنتي سمجالة ذا بيمنغهام عرقة إنجليزكا وها آمانتا مجالة ذا بيمنغهام مرتين نوغو أها حقهيها كلها وكيلة ذا جمهورية ذا سوماليلان مداني عبد الرساق سعيد أيان لأ وبريهان با حول شقا أجوغي ودنكاني إنجليزكا إسلامر كان لكل ميجالي دها سوماليلان ee ku sugan wadankani ingiriiska xogayaha oo soo maray magaalooyinka London, Bristol, Sheffield ayaa maanta wuxuu uu nala jooga magaalada Birmingham oo aanu ugu soo dhaweynay si heer sare ah jaliyada Somaliland oo isku duuban muhaafid iyo mucaarid ba wax ay milge miisaan lagu soo dhaweeyay xogaya Abdirisaaq Saciid ayaan le Birmingham فرداني وحي قيب كيين سو دوين تحق هي عبد الرساق سعيد ايان لي مقالة برمنغهام سومالان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن داود يا فسقنا هي مقالة برمنغهام وحمان تمرتين نوعه حق هي قالها وكيلنا الجمهورية في سومالان عبد الرساق سعيد أيان له وبريهم بقى كل شوقي وفدي وطنك إنجليزكا وحصرفنا أمانة إنه نقولس في أي مجال برمنغهام أو أنو سوى نقصو دويني هلك وحنو خصمين قد شرف إما كان وحنو تجد دونا هول وين أو أنو حقيه وحارد بقول إيه جمهورية في سومالان نقول رمي دونا وحنو لنا دمان سومالي لان هو ذا نقلس صحنا قدومي حقيه ونقصو دوينا برمنغهام and marka aad baan soo dhaweeyay inaad aan reebay oo la warajeenaya abad qabri bashbaashii barwaaqo ayaa dadku warajeenaya insha Allah taala khayr baan noqonaysaa anuu waxaan leeyahay welcome welcome barmaam anigu ah maxamed xuseen geelay magacayga munkee wax ku salaamaya dadka Soomaaliland oo dhan assalaamu alaykum hadii aad baan soo dhaweeyay